السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميعا مشاهدي الكرام أينما كنتم. أزول في اللون نايت مادي استماع. تكلمنا في حلقة سابقة عن تأطير الشأن الديني في البلدان الإسلامية والذي أصبح كل شيء، وكأن هذه البلدان ليس لها إلا الشأن الديني تهتم به، ليس لديها صحة ولا تعليم ولا بحث علمي ولا اختراع ولا ابتكار ولا شباب ولا مياه ولا أمن غذائي ولا مرافق اجتماعية ولا أي شيء، ليس لديها أي شيء، لديها الشأن الديني تؤطره فقط، حتى أصبح حتى الخطاب في هذه البلدان أصبح خطاب ديني، حتى التلاميذ في الابتدائية وفي الإعدادي يتكلمون عن الدين، يتكلمون عن الجنة والنار وعن الآخرة وعن عذاب القبر، ويتكلمون عن المهدي المنتظر وعن قيام الساعة. أصبح خطابنا ديني، لا نتكلم إلا عن الدين، وحتى المدرسين والمعلمين والأساتذة يتأثرون بالدين، حتى المعلمة لما يدخل التلاميذ يعني دائما الدين هو الأول. فيعني أصبح هذه الأمم، هذه الأمة الإسلامية، هذه البلدان الإسلامية أصبحت تنتظر الآخرة، أصبحت تنتظر الآخرة، أصبحت تنتظر قيام الساعة، لأنها لا تملك في هذه الدنيا مسمار من حديد، هي لا تملك في الدنيا شيئا، ليس لديها شيء. لماذا؟ لأنها إن اهتمت بالخطاب الديني وتركت التكنولوجيا وتركت البحث العلمي وتركت التقدم والابتكار والاختراع، وبقيت مع الخطاب الديني الكهنوتي الذي حكم عليها بالإعدام وجعلها تعيش في الآخرة قبل الآخرة. الأمة الإسلامية الآن تعيش في الآخرة، خطابنا كله عن الآخرة، فنحن نعيش في الآخرة ولا نعيش في الدنيا. ثم في الأخير يقولون للشباب المحبط الحزين الكئيب المهزوم، هذا الشباب يقولون له لهم الدنيا ولنا الآخرة، يبررون هذا العجز في التأطير الأمة، يبررونه لهم الدنيا ولنا الآخرة. هذا الشباب يقولون له اصبر، اصبر على همومك، لأنك ستتمتع في الآخرة بتنتين وسبعين حورية وجنات تجري من تحتها الأنهار ولا تعمل أي شيء وتتمتع كيف تشاء. وهذا الشباب أصبح يؤمن بالآخرة، يريد الآخرة، وهناك من أصبح يستعجل الآخرة. هؤلاء الذين كذبوا عليهم بالجهاد بأنهم سيدخلون الجنة ويتمتعون بتنتين وسبعين حورية، هذا الشباب أصبح يؤمن بالآخرة، يريد يستعجل الآخرة، يريد أن يدخل الجنة ليتمتع، لكن لم يفهموه بأنه مجرم، لأنه سيقتل وليس جهاد، هذا قتل، قتل أبرياء وليس جهاد. يعني هؤلاء الذين يقتلونهم الآن هم مسلمون، الذي يقتل يقول الله أكبر والذي يقتل يقول الله أكبر. فالشيوخ أبناؤهم وأطفالهم يدرسون في أمريكا وأوروبا، لكنهم يكذبون على أبناء الأمة ويبعثونهم إلى الموت وإلى القتل بحجة أو بكذبة الجهاد. فهذه الأمة أصبحت تستعجل الآخرة وأصبحت تنتظر الآخرة، لأنها غير قادرة على البقاء في الدنيا، لأنها أصبحت عالة على هذا العالم، لأنها لا تعمل شيئا، فهي تأكل وتتغوط، فهي تستهلك فقط، لا تعمل أي شيء. أصبحت الآن يعني عالة على يعني أصبحت زائدة يعني في هذا العالم. الشباب الآن في أوروبا وأمريكا يتطلع، يعيش الدنيا، يتمتع، يبتكر، يخترع، يعيش حياته، يعيش الدنيا. ولما نقول يعيش الدنيا ليس زي يسكر أو يرقص أو يعني الناس ممكن أن يتمتعوا ويعبدون الله. هذا لها كل الأمم الآن تعيش في الدنيا في انتظار الآخرة، إلا نحن نعيش في الآخرة قبل الآخرة، جعلونا نعيش في الآخرة قبل الآخرة. هذا الشباب حرموا عليه الاختلاط والتجمع، حرموا عليه الكرة، حرموا عليه التلفزيون، حرموا عليه الموسيقى، حرموا عليه الفن، حرموا عليه الرسم، حرموا عليه حتى اللباس الأوروبي، حرموا عليه كل شيء. هذا ينتظر، هذا الشباب بقي ينتظر، يجب أن يلتحق بالآخرة، يجب أن يلتحق بالآخرة لكي يتمتع حسب تأطير الشيوخ الفاسد. هذا هو مشكلنا في هذه الأمة، وعلى الشباب أن يتحرر من الكهنوت، على الشباب أن يفكر في حياته كذلك، أن يعبد الله ويعيش في هذه الدنيا كما أراده الله. الله خلق لنا الأشياء نتمتع بها، ويقول لنا متاعا، الله يتكلم عن متاع إلى حين طبعا، ونتمتع الشباب كذلك بهذه الحياة
كجميع شباب الأمم الأخرى كالشباب الأوروبي والأمريكي والأسترالي والياباني والكوري، فلماذا لا يتمتع هذا الشباب؟ لماذا حكموا عليه بأن يعيش في الآخرة قبل الآخرة؟ هذا الفساد الديني تعدى الحدود، وصل إلى أمريكا وأوروبا. لاحظوا الآن المساجد يؤطرون شباب الجالية بأن يكون محبط، بأن يكون كئيب، بأن يكون حزين، بأن يكون منهزم. الآن حتى في أمريكا وأوروبا بدأوا يؤطرون الشباب كي لا يدرس. في بلجيكا وفي هولندا وفي ألمانيا كهانوت الآن يؤطر الشباب لكي لا يدرس الرياضيات، ولكي لا يدرس الهندسة، ولكي لا يدرس الطب. يؤطر الشباب يدرس الشريعة، لأن الله سيسأله عن دينه ولن يسأله عن الرياضيات. ضيعوا شباب في ألمانيا، ضيعوا شباب في بلجيكا، ضيعوا شباب في هولندا وفي فرنسا وفي إسبانيا وفي إيطاليا، ضيعوا شباب، لم يتركوا الشباب يدرس العلوم. انظروا يعني حتى هذه العقلية الخربانة يعني وصلت إلى أمريكا وإلى أوروبا. المساجد في أوروبا وأمريكا الآن أصبحت لجمع المال، يحرجون الناس. يجي عند السيدة يقول له المال، تقول له ما معي مال، تقول له عندنا على عندك بطاقة البنك، عندنا هذه يعني هذا الصندوق الأوتوماتيكي ممكن تسحبي. أصبحت الصناديق بالقرب من المسجد، إذا قالت ما معي فلوس يقول له خرجي، يعني تخرجي تسحبي الفلوس وتعطيهم لنا. انظر هذه قلة الحياء، انظر هذا النصب والاحتيال، هذو هما اللي مشاو يأطروا الدين في أمريكا وأوروبا. وفي الآخر يقول لك نجمع المال لبناء المساجد. وعلى الجالية أن تنتبه أنكم تعيشون في بلدان حضارة. البارح قرأت تعليق على القناة بأن الشرطة في كوبنهاج، الشرطة في كوبنهاج دخلت بالكلاب للمسجد تبحث عن الحشيش. الشرطة دخلت بالكلاب للمسجد تبحث عن الحشيش. ولما تكلمنا الجالية يعني انتبهوا، نقول الجالية انتبهوا، تقولوا لهم فيد كافر فيد ملحد، يقولون لكم فيد كافر وملحد لكي لا تسمعوا لفيد، لأن هاد النصابين المحتالين اللي عندكم في أمريكا وأوروبا يجمعون المال في المساجد، فيجب أن تضربوا على أيديهم بقوة، لأنهم يشوهون الأوطان الأخرى، لأنهم يشوهون الإسلام، يشوهون الإسلام. فهذا على الجالية بأن لا يعطوا لهؤلاء أي سنس. كفى من هذا النصب الاحتيال الذي يعني تعدى الحدود وصل إلى أمريكا وأوروبا. هو رمضان على الأبواب وسيحرجون الناس وسيجمعون الناس، نريد لهذا، عندنا قارئ يقرأ القرآن، نريد أن نعطيه مال، وعندنا مرافي ونصرف على المسجد ونصرف. هذا كله كذب، هذا كله كذب، لأنهم يجمعون أموال كبيرة، أموال ضخمة، يجمعون أموال ضخمة. وعندنا واحد في باريس، هذا اللي كان يعني كيتكلم على فيد، فواحد المسجد في باريس عنده الأورو ورقة، عنده الأورو ورقة في منزله، عنده يعني لا ما 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 يعني ما عندوش في البنكة. يعني هذا لأن البنكة طبعا أنتم تعلمون عنده فلوس نقود، هكذا نقود في منزله. فيعني انتبهوا، جزاكم الله خير، انتبهوا الجالية يعني في أوروبا وأمريكا، انتبهوا لهؤلاء، لأن هاد الشوهة شوهونا، شوهوا الإسلام بجميع يعني شوهوا باللبس، شوهوا باللحية، شوهوا بهذا الغلاف الأسود، شوهوا بالأخلاق، شوهوا بنظراتهم، شوهوا بأفعالهم، شوهوا بجميع الأشياء في أوروبا وأمريكا. وعلى حتى الأمريكي لما يسلم يجب أن تكون عنده لحية وأن يلبس ثياب مثلهم. أي شخص سلم تقولي عندك خصك اللحية. والجالية يجب أن توعوا هاد الأمريكيين والأوروبيين اللي سلموا، وعيوهم يبعدوا من الكهنوت، وقولوا لهم بأن كاين الإسلام ديال دين الله. قولوا للأمريكيين والأوروبيين بأن كاين الإسلام الذي جاء في هذا الكتاب، وكاين الإسلام الذي أتى به ابن تيمية. فهموا الأمريكيين، تكلموا معهم، قولوا لهم بأن الإسلام هو الإسلام الذي جاء هنا، وليس الإسلام الذي جاء في الحديث، ليس هناك حديث. لأن الإسلام دابا الآن أمريكيين والأوروبيين، الإسلام كيدخل مع السلفيين، الإسلام يدخل مع الكهنوت. فيعني على الأقل الأوروبيات والأمريكيات ما قبلوش لهم الغلاف الأسود، هذا جيد، ما قبلوش لهم الغلاف الأسود، يعني كيعملوا كيغطوا رؤوسهم يعني لباس محتشم جيد، لكن ما قبلوش الغلاف الأسود. فالجالية انتبهوا، انتبهوا، لأن هذه الأمة هذه
هذا التأطير الديني وهذا الخطاب الديني طغى على الأمة، طغى على الأمة. أصبح الشباب يفكر في الآخرة لا يفكر في الدنيا، أصبح الشباب يعني عازف عن هذه الحياة وعن هذه الدنيا. وممكن الشباب يبتكر، ممكن يخترع، ممكن يدرس، ممكن يعني ممكن يصنع الحياة. هذا الشباب هذا ممكن يصنع الحياة، لماذا لا يصنع الحياة؟ وعلى الشباب أن يتحرر من الكهنوت، على الشباب أن يتحرر من الطاغوت، وإلا سيعيش تعيس وسيعيش هكذا محبط يعني حتى يلقى ربه. نحن نعيش في الآخرة قبل الآخرة، هذه مصيبة، نعيش في الآخرة قبل الآخرة. حتى أن الشخص أصبح لا يفكر، أصبح يرى الناس ماذا يعملون، أصبح تابعا فقط، يعني عقله يعني تحنط. فانتبهوا جيدا إخواننا اللي في أمريكا وأوروبا، انتبهوا جيدا. الشباب في بلداننا الإسلامية، الشباب في بلداننا الإسلامية كفى، كفى من التزمت، كفى من التحنيط، كفى من التخدير. يجب أن تنظر يمين ويسار، يجب أن تنظر ما حولك، أن تخترع، أن تبتكر، أن تصنع الحياة. ممكن تعبد الله وتبتكر وتخترع، ممكن تعبد الله وتدرس، ممكن تعبد الله وتجتمع، ممكن تعبد الله وتخرج وتتمتع، ممكن تتمتع في هذه الدنيا كيف تشاء وتعبد الله. لكن هادو يعني صوروا لكم يعني الإسلام بواحد الشكل أسود، وأصبحتم يعني لا ترون إلا الأسود، لا في لباسكم ويعني في كل شيء، في كلامكم ولا لباسكم. ولو يعلمكم حتى كيفاش تتكلموا، كيفاش تسلم، يعلمك كيفاش تسلم، يقول لك لا تقول هذا قل هذا. انظروا إلى أين وصلوا. هذه المسائل التي تكلمنا عليها وتكلمنا وعود تكلمنا، ويعني هذا يجب أن لا يكون هذا الكلام هكذا في الهواء. الشباب أن يستيقظ من التحنيط، نحن تكلمنا معك شباب. ولذلك حاولوا يعني بقوة، بكل قواهم عبر العالم الآن، حتى كهنوت مصر والسعودية دخل على الخط، حتى كهنوت مصر الآن دخل على الخط. شباب كهنوت في مصر، شباب كهنوت، مصيبة هذه، شباب محنط. لو كان شيوخ عندهم 60 و70 ولكن هذا شباب، شباب في مصر، شباب في مصر كهنوت، مصيبة، مصيبة والله، لا مصيبة. ماذا سيقول شبابنا هذا؟ فيعني الشباب أن يتحرر من الكهنوتية. وهذا الخطاب الديني طغى على الناس، كل الناس يتحدثون في الدين لا يتحدثون في شيء آخر، رغم أن العالم مقبل على أزمات خطيرة، ولن ينفعهم هذا الخطاب الديني كما لم ينفعهم لما كانت هذه الجائحة. إذا وقعت مصيبة لا قدر الله لن ينفعهم هذا الخطاب الديني. لماذا؟ لأن عقولهم عجين وبطاطس. ويجب أن على الشباب أن لا يضيع، لا نريد شبابنا أن يضيع، أن يتحنط وأن يضيع. شباب عندك الحق في الحياة، الله خلقك تمتع في الحياة، وممكن تعبد الله، ممكن تمتع في الحياة وتعبد الله وتعيش سعيد وتعيش يعني بطمأنينة، وليس تعيش يعني بظلامية. فيعني كفى من هذا التحنيط وكفى من هذا التخدير. يعني لا يضرنا يكون شخص عنده 70 عام يكون كهنوت، هذا شخص عاش في 70ات و80ات، ولكن الشباب في 20ات و30ات يكون كهنوت، هذا شيء مؤلم، شيء مخزي أن يحنط الشباب يعني في هذه الأعمار. وهذا الخطاب الديني هو لازال طاغي، وهذا الخطاب الديني هو الذي خرب الشباب. نحن نتكلم عن الآخرة من الصباح إلى المساء، لا نتكلم عن الدنيا. وهذا الشباب يجب أن يعيش في هذه الدنيا، أن يتمتع شيئا ما، له الحق في أن يتمتع، الله خلقه يتمتع في هذه الدنيا. لا، الخطاب من الصباح إلى المساء خطاب ديني محض، لا يتركون الشباب يعني حتى يستنشق هواء يعني جيد. فإن شاء الله هذا دائما نحن نوجه خطابنا للشباب لكي لا يضيع. احنا ضعنا واحد الوقت، ضعنا كنا غالطين، ولكن الحمد لله أننا خرجنا من الظلمات إلى النور. ولا نريد للشباب أن يحنط، لا نريد للشباب أن يخدر، لا نريد للشباب أن يغرر به. الشباب عندك الحق في الحياة، الشباب عندك الحق في الحياة، لديك الحق في الحياة، الله خلقك تتمتع في الحياة، عندك الحق في الحياة. فيجب أن لا يعني أن لا يطغى عليك هؤلاء، وأن لا يحنطوك. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.